ترأس المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية رئيس الأساقفة بيير باتيستا باتسبالا القداس الاحتفالي بمناسبة عيد سيدة فلسطين مريم العذراء، وذلك في ساحة الدير المكرس لاسمها الطاهر في منطقة رافات غرب مدينة القدس. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك يسوع. توجه أبناء أبرشية القدس من كل المناطق والمدن في الأراضي المقدسة إلى دير رفات غرب مدينة القدس، محتفلين بعيد مريم العذراء سيدة فلسطين سلطانة السماء والأرض بحضور الآلاف من المؤمنين، على الرغم من صعوبة الوصول إلى هذا المزار المقدس بسبب الإجراءات الإسرائيلية المعقدة، حيث أقيم قداس احتفالي في ساحة الدير ترأسه رئيس الأساقفة بيير باتيستا باتسابالا المدبر الرسولي لأبرشية القدس، والمطران مارقوتسو النائب البطريركي للاتين في القدس وفلسطين، والمطران كمال بطحيش، والأب حنا كلداني، والأب لويس حزبون، والأب إبراهيم الشوملي، والأب الدكتور يعقوب رفيدي، وبحضور عدد كبير من الكهنة وشمامسة المعهد الإكليريكي والرهبان والراهبات وفرسان جمعية القبر المقدس القادمين من بلجيكا وكندا. وفي عظة القداس عبر المدبر الرسولي عن فرحته بهذا التجمع الكبير من المؤمنين الذين أتوا من كل أنحاء الأراضي الفلسطينية للاحتفال بعيد سيدة السلام، حيث جمعتهم الأم البتول بحبها وعطفها. عيد مريم العذراء سيدة فلسطين تذكرنا أن لنا أما في هذه الأرض ولنا أم سماوية، ورغم كل صعوبات الحياة، صعوبات الوضع الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي، نحن في هذه البلاد المقدسة نحن صامدون، نحن نتابع التقوى المريمية القديمة منذ القرون الأولى، نحن على خطى الرسل، ورسالة اليوم للجميع هي رسالة أمل، رسالة محبة، رسالة تعلق بالأرض المقدسة، بأرض السيد المسيح، بأرض مريم العذراء. ونحن اليوم نحن أبناء هذه الأرض، نحن الحجارة الحية، ونضع كل كنيسة الأرض المقدسة في الأردن، في إسرائيل، في فلسطين، نضعها تحت حماية أمنا مريم العذراء، وكل عام وأنتم بخير. تخلل القداس دورة تقليدية جاب بها الحضور أنحاء الدير حاملين تمثالاً لأمنا مريم العذراء سيدة فلسطين وسط تراتيل لفرقة الرعاة وطلبة المعهد الإكليريكي. وفي نهاية القداس تم إعطاء البركة للجميع على وقع تراتيل لأمنا مريم العذراء سيدة فلسطين. احنا كل سنة بنشارك بهاي المناسبة الغالية علينا، عيد سيدة فلسطين، سيدتنا والدة الإله، كل سنة بنشارك ومنحب نعيد على جميع شعبنا وخاصة المجتمع المسيحي في فلسطين والأردن، ومنحب نشكر نور سات اللي غطت هاي الفعالية وهذا الاحتفال المهيب. جينا اليوم مع مجموعة من مجموعة الكشاف لنشارك باحتفال عذرة فلسطين عليها السلام، تنصلي كلنا مع الجماعة تتحمي بلادنا وتحمي وطننا وترفع عنا كل الشدائد والصعوبات، وهذا حج كل سنة يعني متعودين نجي نزوره، فمنتأمل انه الله يعطينا الصحة والعمر وهداة البال ونشارك بالحج هذا كل عام.
ومنصلي له الوطن ربنا يرحمنا برحمته وكل عام والجميع بألف خير. شفيعة فلسطين أمنا مريم العذراء مننهي معاكم قداسنا لليوم. للنورسات مارلين الحدوة من دير رفعت القدس.